النادي الاهلي عنده من الخبرات جوه النادي جوه الملعب عنده 9 لعيبه كلهم خبرات، كلهم لعبوا افريقيا. اللاعب الوحيد المميز اللي هو ما لعبش افريقيا وعنده الشخصيه اللي تقدر ان هي تكسب بطوله افريقيا وعنده الشخصيه اللي يكون موجود، برافو عليك، اللي يكون موجود في وسط لا منعم لاعب مع منتخب مصر في افريقيا. مروان بس عندك 9 لعيبه تقدر تلعب، تعرف ازاي تسرع الريتم، تهدي الريتم، تعرف تعمل ايه بره ملعبهم، تقدر تعرف تعمل ايه جوه ملعبهم. طب فنيا لو اتكلمنا فنيا، الاهلي قطع الشوط الاول بفوز مهم جدا 3-0. مش كنت سامع بعض الناس ان النادي الاهلي الماتش هنا صعب ايه ده؟ لو الترجي التونسي جه لعب الجمهور النادي الاهلي بس، مع احترام الفريق الترجي التونسي لعب جمهور الاهلي بس واللعيبه مش موجوده في الملعب هيخسروا ازاي؟ مش ده الترجي؟ بس كره القدم في الملعب يعني برضو مش عايزين ده الكلام دوت. لو انت شايف ان في بادره امل في الفريق، الكلام ده بيتقال لما بتشوف بادره امل في الفريق الترجي. لكن النهارده فريق الترجي مشى الكابتن نبيل معلول، الترجي بيمر بظروف، بيقولوا هيجي ماني شعباني بالقيادة الفنية يعني كلام. ايا كان اللعيبه اللي موجوده جوه الترجي، انا مش دي اللعيبه اللي تقدر تيجي تكسب النادي الاهلي هنا في وسط 50-60 ألف متفرج. وخد بالك وحط تحتها مليون خط، لعيبه النادي الاهلي عندها من الخبرات يا جماعه. اللعيب لما بيبقى خبره، لعب في افريقيا، لعب في دوري ابطال افريقيا، دي حاجه كبيره جدا، دي حاجه مش هيعرف قيمتها غير اللي لعب في افريقيا، اللي هو شارك قدام انديه افريقيه. اللي بيحصل ده من لعيبه النادي الاهلي لعيبه رجاله جدا جدا، بحييهم عليهم، بحييهم ان هم من السنه اللي فاتت خسروا افريقيا وخسروا دوري وخسروا كاس، داخلين السنه دي عايزين ياخدوا الدوري وعايزين ياخدوا دوري ابطال افريقيا. خد بالك وقلت الكلام ده، جمهور النادي الاهلي يخوف، جمهور الاهلي يخوف، لان انا متاكد وقلت الكلام ده، لعيبه النادي الاهلي لو ما خدتش السنه دي دوري ابطال افريقيا، لو ما خدتش دوري، صدقني نص اللعيبه دي هتمشي، لان جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش بخساره، ما بيقبلش ان انت تبقى موجود زي موظف. الجمهور برضو النادي، جمهور النادي الزمالك جمهور كبير والجمهور عظيم، ودايب برضو ما بيقبلش الاسم على اتنين، وزي ما قال ميدو وقال ناس كتير جدا ان في لعيبه في الزمالك لا تستحق ارتداء تيشيرت نادي الزمالك، ده برضو لازم يوقف عنده. كل ده دي حاجه في جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك المنظومه الاداريه والفنيه في مشاكل، لكن انت بتتكلم على الجانب الثاني، في استقرار في الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره، راجل موجود بقاله سنين، فبالتالي التوليفه كلها على بعض تنجح اي مدرب. وخد بقى حط تحتها مليون خط، دي المدير الفني الراجل ايه ميزه كولر؟ حاجه واحده بس من وجهه نظر انا، ايه ميزته؟ بيعمل السهل. طب حلو، ما بيقلفش الراجل، طب على حاجه حلوه اهو. طب كويس اهو، ده انا بقول السلبي بقول الايجابيات. عنده مشاكل كبيره جدا لما كان بيلاعب، بيغير كتير جدا في المراكز، قبل في فتره من فترات لعب عمرو السوليه، لا الاستقرار هو حط ايده على المواقف اللي عنده، مثلا لو ضعيفه شويه يحب يزود هنا شويه، يحب يعدل هنا شويه، ما بيقلفش. ميزه كولر ما بيقلفش، وده كويس. لكن في مشاكل فنيه جوه النادي الاهلي، في العرضيات في مشاكل كبيره جدا، في انانيه احمد عبد القادر لما بينزل في مشكله كبيره جدا، لما بتلاعب لعيبه عندها الاستحواذ في نص الملعب، لان نص الملعب بتاع النادي الاهلي عندهم قوه كبيره جدا بدنيه، لكن ما عندهمش نقطه الاستحواذ. لما بتلاعب فريق تاني، نفترض ان هو النادي الاهلي هيلاعب سان داونز فرقه قويه جدا في نص الملعب، بيستحوذ بشكل كبير جدا، ان انت تستخلص الكره بسرعه بتبقى عند النادي الاهلي فيه مشكله كبيره جدا في استخلاص حتى الكوره، وان انت تعمل استحواذ في نص الملعب دي مش موجوده، في مشكله كبيره جدا ورا علي معلول. هو ده اللي انا بقوله، انا عمري ما اقلل من قيمه النادي الاهلي يا اهلاويه، انا ما بقللش من قيمه النادي الاهلي، انا بتكلم في الكوره. لو ان شاء الله يكتب للاهلي الوصول للنهائي يوم الجمعه ان شاء الله. النادي الاهلي لو لعب الوداد، خد بالك الوداد لعب مع سان داونز النهارده، سان داونز مطلوب منه 2، احنا قدامنا 3 دقايق. تمام، الوداد لو لعب سان داونز هناك 0-0 في سان داونز، ماتش صعب. لكن لو الاهلي لعب الوداد الاهلي هيكسب افريقيا. لو الاهلي لعب الوداد المغربي، لو الاهلي لعب سان داونز ماتش صعب جدا. ليه صعب جدا؟ ليه؟ اولا النهائي في سان داونز في جنوب افريقيا، النهائي في سان داونز جنوب افريقيا، الماتش الاولاني في استاد القاهره، الماتش الثاني في جنوب افريقيا. فريق سان داونز كعبه عالي الفتره الاخيره على النادي الاهلي، ودي مشكله كبيره جدا النادي الاهلي هيقابلها هناك. بس اعتقد ان الاهلي تعافى، والنادي الاهلي عاد مره اخرى انه يعمل اداء مميز جدا امام الهلال ثم الرجاء ثم الترجي، ممكن تبقى المباراه. انا ما قلتش ان سان داونز يكسب عشان الناس ما تكتبش تقول لك اي كلام وخلاص. ما قلتش كده. انا لما باجي هنا انا عمري ما هشجع غير الزمالك،
ولما الاهلي بيلعب الترجي التونسي انا مش هروح اشجع الترجي، لكن في ناس زي ما بقول لك انا اشجع الترجي عشان يكسب الاهلي، انا اشجع سان داونز عشان يكسب الاهلي. انا عمري ما قلت الكلام ده، انا بقول بتكلم في الكوره ان لو الاهلي لعب سان داونز ايه صعوبتها؟ صعب جدا. اول حاجه الساعه 3 العصر عشان احنا بنختم الماتش الساعه 3 العصر، فجو حر غير طبيعي جدا هناك في جنوب افريقيا، كم سرعات غير طبيعيه، الراجل بيلعب على علي معلول الباك ليفت، هو عارف ان علي معلول عنده مشكله كبيره جدا في الديفنس، فدايما هتلاقي كل الفرص اللي جت في سان داونز في ماتش الاهلي من ورا علي معلول، عنده حاجه كويسه جدا في العرضيات، كل نقط الضعف اللي موجوده عند النادي الاهلي هي قوه سان داونز، سواء استحواذ في نص الملعب، كور عرضيات من خلال الكوره او فاولات او الركنيات او كره متحركه، كل دي مشاكل هيقابلها النادي الاهلي. لكن انا بالنسبه لي نص الملعب في النادي الاهلي لو لعب بالثلاثه في نص ملعب ديانج ومروان عطيه وحمدي فتحي مع بيرستاو بشكل كويس جدا الفتره الاخيره مع حسين الشحات مع محمود كهربا برضو يقدروا يكسبوا سان داونز. لو كولر كسب البطوله هتقتنع بيه؟ لا هو بص، اولا المدير الفني في النادي الاهلي انا بالنسبه لي فكره مش اقتنع او اقتنع، لكن هقول له مبروك لو النادي الاهلي كسب افريقيا، هقول له مبروك كواحد مصري محب للمصريين ان هو يبقى حابب ان اخوه الاهلاوي يفرح بدوري ابطال افريقيا. ان شاء الله تقول له مبروك ويبقى كاس رابطه الابطال الافريقيه اهلاوي ان شاء الله. ان شاء الله.